كل سنة وحضراتكم طيبين. 1443 هجريا رأس السنة الهجرية، كل سنة وكل المسلمين في جميع أنحاء العالم والكرة الأرضية المليار وستمائة مليون، كل سنة وحضراتكم طيبين. بقالنا 1443 سنة بنحتفل بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وكل سنة بيبقى عندنا الكثير والكثير من المعاني والكثير والكثير من الرسائل أثناء هذه الرحلة المباركة، ممكن الأجيال تتعلمها أكثر وأكثر. ضيفي اللي منورني في الاستوديو الدكتور الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف. كل سنة وحضرتك طيبة فندم. وحضرتك بصحة وسعادة وكل مشاهديك الكرام بخير. دكتور، قبل الهجرة النبوية الشريفة من 1443 سنة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجود في مكة لمدة 13 عام. نعم، فترة الدعوة الأولى. نعم، إيه اللي خلى إن إحنا نوصل لهذه الهجرة المباركة؟ الحمد لله الذي أعزنا بالإيمان وكرمنا بالإسلام وشرفنا بالانتساب إلى نبي آخر الزمان وهو سيدنا رسول الله. بداية بهني حضرتك وبهني كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا كانت الهجرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يخترق هذا المجتمع الذي يؤمن الذي لا يعترف بالعلم ويؤمن بالجهالة ويركن إلى عبادة الأوثان من دون الله الواحد الديان، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الشوارع في الميادين في الطرقات وينادي: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله أضمن لكم الجنة. ومع ذلك ظل هؤلاء الناس، ولذلك الخريطة الأخلاقية السلوكية أن الناس قبل النبي كانوا في فوضى طاحنة، أحوالهم مضطربة، شؤونهم مرتبكة، ضاعت بينهم القيم الأخلاقية، أتوا كل منكر وعبدوا آلهة شتى، وظل الأمر على هذا المنوال إلى أن بعث الله فيهم محمدا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنكر المنكرون وجحد الجاحدون وتكبر المتكبرون، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير لعله أن يجد في على مقربة من مكة، فاختار الطائف في بداية الأمر. نعم، على بعد 83 كيلو. تمام، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعها سيرا على الأقدام، مشي صلى الله عليه وسلم 83 كيلو إلى أن وصل إلى الطائف. الطائف دي لمن لا يعلم كانت زي منتجع ملانة بساتين وأشجار وجمال، كل مشركي مكة كان ليهم أماكنهم، فبدأوا يتصلوا بأهل الطائف وفعلا حاولوا يضيقوا الخناق على النبي صلى الله عليه وسلم. الدافع للهجرة هذا الصبر وهذا الألم وهذا التحمل وهذا الجلد. حين عاد النبي إلى ما كان يقال له قرن الثعالب وأخذ يناجي ربه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أن الدعوة في خطر، بل إن نبي الدعوة أساسا في خطر، لأنهم أجمعوا على قتل النبي. وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الأمر بالهجرة إلى أرض المدينة إلى طيبة الطيبة، حيث اختار الله للنبي صلى الله عليه وسلم وطنا جديدا كي يغرس فيه تلك الدعوة، لعله أن يجد في هذه الأرض قلوب خصبة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبالفعل بالفطرة السوية كانت المدينة مهيئة، مع أن عبد الله بن أبي بن سلول كان يستعد لكي يتوج ملكا على المدينة، وإذ بالهجرة تأتي لكي تضرب هذا الحلم ويصبح لونا من ألوان السراب، ويخرج هؤلاء المدنيين لاستقبال النبي: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. فكانت الهجرة لكي تكون دولة مدنية يقيمها نبي الإسلام على أرض المدينة، قامت على التنوع، على التعددية، على قبول الآخر، على ثلاث مبادئ النبي أقرهم: على العدل، على المساواة، على الرحمة. تلك المبادئ الثلاث. طيب، كونت دولة المدينة من خلاله. دكتور، بعد إذن حضرتك،
امتى قرر المسلمين عد السنين بالسنة الهجرية؟ هل هو كان أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قولا واحدا، بعد وفاة النبي في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه اختار هو بنفسه الهجرة. ده بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مضت تقريبا خلافة سيدنا أبو بكر، بنتكلم في حوالي 15 سنة مثلا. يعني مضت خلافة سيدنا أبو بكر وأتى بعده سيدنا عمر بن الخطاب. وبدأ سيدنا عمر هو من يميل إلى فكرة التاريخ بالهجرة، واختار الهجرة لأنها من وجهة نظر عمر بن الخطاب تعد هي الحدث الأبرز، لأنها النصر من الله تبارك وتعالى للنبي. بعض الناس وهو يؤرخ للهجرة يتعامل معها لأنها كانت فرار بالدعوة، أبدا لم تكن فرار، ويقول لك إيه وأتى النبي بسيدنا علي علشان يعمل تمويه إيه؟ إذا كان هو خارج قال الله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، أنت مش محتاج الكلام ده كله، فالمخاوف كلهن أمان. وظيفة سيدنا علي في مبيته أنه كان موكل برد الأمانات، لأن مكة لم تكن تأتمن رجل على أي مبلغ أو على أي أمانة سوى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى أبو جهل أبو غلاب، معروف أن أبو جهل أهم سماته أنه كان بيأكل أموال الناس بالباطل، تخيل. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعلمنا ألا يقابل السيئة بالسيئة. نعم. يعني هم سلبوا ماله، خدوا بيته، ها، اعتدوا على كل ما يملك ومن معه، ومع ذلك أصر على أن يبيت عليه لكي يرد الأمانات التي هي عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. إذن الهجرة النبوية كانت قبل 1443 سنة بتقريبا 15 سنة بالتأكيد، صح كده؟ نعم. طيب، بعض علماء الدين وايضا الشباب اللي يعني اجيال وراء اجيال بتقول انه في كثير من الرسائل اثناء الهجره النبويه من مكه المكرمه الى المدينه المنوره، من ضمنها مثلا حسن التخطيط. نعم. من ضمنها الاعتماد على الكفاءات. نعم. من ضمنها توظيف جميع الطاقات المجتمع من رجال ونساء بدون تمييز ولا. نعم. في الدين ولا. نعم. في النوع ولا في اللون. نعم نعم، فتح الله عليك، مهم جدا. واحنا بنقول لو خدنا الاعتماد على الكفاءات، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان العلم ملوش دين، ما جيش اقول اصل ده مسلم يبقى معايا، لا، استعان النبي بدليل الهجره لان ايمان النبي بالمنهج العلمي جعله ياخد اهل التخصص، فاختار عبد الله بن اريقط كي يكون دليلا للهجره مع انه لم يكن على مله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ادي واحد. الحاجه الثانيه، لم يقلل النبي من شأن المرأة، بل كان للمرأة وجود في هجرة النبي، أسماء ذات النطاقين ابنة الصديق، ها، التي كانت تخرج وتجهز الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من لقبت بسبب الهجرة بذات النطاقين حينما شقت هذا الغطاء الذي كانت تلبسه على الرأس لكي تجهز الطعام ولكي تحدث التمويه. وهذه مع أنها هي المرأة إلا أنها كان أي حد كان ممكن يتتبعها يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان النبي يدرك أنها ذات خبرة وذات وعي بمستوى رفيع حال بين هؤلاء القوم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. التخطيط للمستقبل، لأن الخطاب الديني اللي احنا بنحاول نتخلص منه اللي ابتلينا به في الثمانينات والسبعينات والتسعينات وما زال أثاره بنتخلص منه، خطاب بيقوم على جلد الذات، إن النبي يعني فرق، لا، هذا أبدا لم يكن. كان هناك حسن تخطيط لإدارة الدعوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نظر في تجارب عندنا، سيدنا نوح ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عام، ربنا قال له إيه؟ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آم، خلاص. سيدنا النبي عرف أن هذه الطبيعة وهذه الجبلة تأبى وتعترض أن تعترف لله بالوحدانية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى أرض خصبة إلى أناس مختلفين، لأن خلي بالك حتى إحنا على مستوى الدعوة عشان أنجح ما جيش في المكان اللي أنا اتولدت فيه واشتغل، ليه؟ هتلاقي الجار دايما عنده حسد، ابني ليه مش هو اللي في المكانة دي، وهتلاقيك بتخش في معايير مزدوجة ما بيعاملكش بمستوى الموضوعي، يعني يقولك ان كفاءتك هي اللي، لا، احنا عندنا مشكلة في الحتة دي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أناسا
يتمتعون بتلك الشيم الرفيعة، انظر إليهم وهم يخرجون في صبيحة كل يوم لكي يستقبلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالفعل استطاع النبي من خلال التخطيط الجيد أن يحول هؤلاء مجرد رعاة للأغنام إلى رعاة للأمم والشعوب. فهذا بلال العبد الحبشي الأسود الذي كان قبل الدعوة لا قيمة له ولا اعتبار، بعد إيمانه بمنهج النبي محمد أصبحنا النهاردة بنقول بالفم المليان سيدنا بلال، سيدنا حذيفة بن اليمان، سيدنا سالم، كل هؤلاء الذين استطاع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تعرف الدنيا مراكز بحثية أو جامعات أوروبية أو أمريكية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيل الأول لكي يقدم نماذج مضيئة، شهد لهم بقوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس لفكرة غريبة جدا احنا مش واخدين بالنا منها دلوقتي، وهي فكرة المواطنة. يعني ايه المواطنة؟ أن يكون الناس جميعا شركاء في الوطن. المواطنة معناها المشاركة المجتمعية، فما فيش حاجة اسمها البلد بلدي وانت جاي عليا غريب فانا عاملك انك انت مواطن درجة ثالثة. ما زالت تلك الآثار الجاهلية موجودة في مجتمعاتنا للأسف، لكن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم للإنسانية وقضى على العنصرية، فجعل الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. مرحلة الإصلاح قبل أن يبدأ النبي بالإصلاح الاقتصادي بدأ بالإصلاح الاجتماعي، فآخى بين الأوس والخزرج، ودي حتى في ربع دقيقة كده مجموعتين بطنين قبيلتين شداد كانت الدائرة اليهودية بتستغلهم. اليهود كانوا بيصنعوا سلاح فكانوا دايما بيوقعوا بينهم، وده بيشتري من اليهود وده بيشتري من اليهود، والحرب طاحنة، والمكسب الوحيد يعود في النهاية للمنتفع الذي يصنع السلاح، وما زالت تلك هي قضيتنا حتى اليوم. سيد العزيز استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي على الفتنة في مهدها وأن يؤاخي وأن يصلح ما بين الأوس والخزرج، وأحدث توأمة بين المهاجرين والأنصار فأصبحت العصبية. كمان حاجة مهمة جدا بحي عليها وزير الأوقاف الحالي، احنا اتربينا على حاجة اسمها الكليات الخمس، حفظ النفس والنسل والمال والعقل، أضاف إليها حفظ الوطن. يعني مكة بكل ما فيها من سلبيات لم يفكر النبي لا في الحرق ولا في التدمير ولا في القتل ولا في الترويع الآمنين، بل كان يقول والله إنك لا أحب البلاد إلى الله، وده نوع من أنواع الانتماء. لذلك وزارة الأوقاف الآن أضافت ما يسمى بحفظ الوطن الوطن. ولذلك حين خرج النبي من مكة ونظر إلى أرض المدينة قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وده قصة لازم نتعلمها، ان يقولك بعض الجماعات المنحرفة يقولك ما الوطن هو صنم أو وثن، أبدا. يعني كيف تزايد؟ هل هناك أكثر قربا من نبي الله إبراهيم؟ وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. تخيل سيد العزيز قدم خليل الرحمن نعمة الأمن على نعمة العقيدة. ليه؟ لأن إذا لم يتوفر الأمن لن تصل دولة، فيش عقيدة. ولذلك من أهم سمات البيت الحرام ومن دخله كان آمنا. فالفكرة دي مهمة، إن احنا نرسخ في العقول شبابنا أن الانتماء للأوطان ليست بدعة بل هي ميراث أبونا إبراهيم ومن بعده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دكتور إبراهيم، الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة؟ نعم. طيب السؤال هنا، ربنا سبحانه وتعالى خلى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج يستخدم البراق. نعم. ولكن في الهجرة لم يستخدم البراق. صحيح. خلاه الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب العادية والأسباب الدنيا. نعم. وكان في أخطاء يعني خطر على النبي وعلى أبو بكر الصديق، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حفظه. نعم. الفكرة الفكرة ما بين انك انت، طب ما هو كان ممكن يخلي ربنا سبحانه وتعالى الرسول يهاجر على طول بالبراق وخلاص، تمام، ولكن في حاجة رسائل دنيوية هنا. طيب الرسالة الاولى ان الاسراء والمعراج كان في مقام التحدي، فاستلزم الامر ان تتدخل السماء لنصرة نبي الارض محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا كان العنت والكبر والصلف وكل اللي انت عايز تقوله قوله. يعني هل هناك اكثر من انهم كانوا يدبرون لقتل رسول الله؟ يا اخي ده واحد منهم بيقول ايه، طب احنا نطرده خلاص ونخلص منه. تخيل حتى
يعني شايلين هم طرده، قالوا انتوا تعلموا انه هو صاحب كلمة مسموعة وصادق وامين وله منطق عزب، هيتجمع هو دارس النبي، يعني زي كما ان النبي يخطط اعداء النبي يخططون ايضا. قال لك انت لو سبت محمد خارج مكة ده هو بس اديله يعني برهة من الوقت، هيجمع كل الناس حواليه. ليه؟ لانه له عذوبة في المنطق، عنده مصداقية. فقال لك لا، ده احنا حتى ما نسيبوش يخرج ونسيب، لا ده احنا لازم نقضي عليه في مكة ولا يخرج منه. ليه؟ لعلمهم انه على الحق المبين. طيب ليه الهجرة كده؟ اولا الهجرة لم تكن معجزة، هذا اولا. الامر الاخر فتح باب الاخذ بالاسباب. سيدنا عمر كده يعني بين لنا ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ودي اشكاليه احنا عايشينها النهارده. احنا عندنا احنا البلد الوحيده، انا بنزعج لما الاقي حد يقول لك ايه وعندنا مش عارف كام عاطل. عاطل مين؟ اللي عايز يشتغل هيشتغل، اللي عايز يجد فرصه هيجد الفرصه. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كانت الهجره نصرا مبينا للنبي؟ لان النبي اخذ بالاسباب. اولا ما قالش انا انا انا، احترم التخصص. نعم. ودي كارثة الكوارث. عارف الفتنة اللي ودتنا ال 25 يناير وجت 30/6 صححتها؟ أننا لم نحترم التخصص. هديك مثال، مجال الدعوة، المحامي عايز يبقى مفتي، والطبيب ساب الطب وبقى مفتي، وبتاع مش عارف إيه بقى مفتي، والنجار بقى مفتي، والمساجد امتلت والمنابر امتلأت بهؤلاء. إيه اللي دفعنا؟ دفعنا ثمن غالي جدا. فقدنا بعض الأوطان، أين ليبيا؟ أين العراق؟ أين سوريا؟ بسبب التعدي. الناس متخيلة أن فكرة التخصص واحترامه ده دي بدعة جابتها جامعة جورج تاون أو جامعة هارفارد. لا يا حبيبي، أول من دعا إلى احترام التخصص الله حين قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولتكن منكم طائفة يدعون إلى الخير فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فاحترام سيدنا النبي للتخصص ده أخذ بالأسباب، جاب كل واحد في مجاله. أنت عليك تبين للطريق، كان عبد الله بن أريقط. الصحبة الصادقة كانت مع سيدنا أبو بكر، وكأن النبي محمد عايز يقول لك أنت بإخوانك ما تنعزلش، ما تبقاش شخصية انطوائية، ما تبقاش كاره لإخوانك وللمجتمع وتبقى بالراوي وما انتش طايق حد، بالعكس لازم تألف وتؤلف. هكذا صفات المؤمن عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال صدق وإذا قيل له صدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب حالة التعايش الآمن. أضف إلى ذلك سيد العزيز في أخذه بالأسباب أنه هو خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا. احنا عارفين أن في نموذج نبي ملك زي ما كان سيدنا سليمان. عارف أولا رفض النبي حينما عرض عليه جبريل هذا الاختيار، قال لا يا أخي يا جبريل بل نبيا عبدا. أولا تواضعا، ليه؟ لأن سيدنا سليمان قال إيه؟ رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فده تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيه سليمان. الأمر الآخر علشان هو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا شايف إن الاجتهاد والنشاط والعمل يعني هي دي تلك يد يحبوها الله ورسوله. صحيح. علينا أن نرفع من أصحاب العمل علينا أن نرفع من قيمة العمل ذاته. نعم. وأن نأخذ بالأسباب لعلنا أن نصل إلى ما أراده الله لنا من خيري الدنيا والآخرة. دكتور شرفتنا ونورتنا الحبتين الصغيرين دول، ربنا يعزك حقيقي يعني. وكان من حتى الكام دقيقة دول مليانين بالمعلومات اللي ممكن المشاهد أنه يفهمها عن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. الدكتور الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، نورتنا وشرفتنا. شكرا الله لك وحضرتك ومشاهديك طيب، وكل سنة وانتم طيبين وفريق البرنامج بخير يا رب. شكرا لحضرتك يا فندم. تحياتي. ده كان يومنا النهاردة في صفحة جديدة، كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله بكرة نفتح صفحة جديدة مع بعض في مستقبل بلدنا. تصبحوا على خير.